بعض الناس أحيانا يعني يبدأ بسلم التعلم وطلب العلم، فلما يصل إلى مرحلة طيبة يبدأ يتكبر على خلق الله ويشوف نفسه ويرى نفسه ويتفاخر بهذا. مسكين، لولا الله ما تعلمت. قل جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قل جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لا تعلمون شيء، فالفضل لله. لولا الله ما تعلم، ولولا الله ما اهتديت. انتبه واحذر، احذر أن ترى نفسك على الناس. إذا رأيت نفسك على الناس اعرف أنك في خطر، والله لأن تكون جاهلا أفضل من أن تتلبس بهذا الخلق وأنت في هذه المرحلة، أنت في هذه المرحلة. فيتنبه الإنسان لهذا. ولذلك الناس كلهم من آدم، وآدم إنما خلق من تراب، من تراب. الناس سواسية عند الله عز وجل من حيث الخلق ومن حيث الأثر، مؤمن تقي وفاجر وفاجر شقي. وهذا الباب باب عظيم نحتاجه جميعا، ونذكر أنفسنا به، ونحذر من مداخل الشيطان ومساربه ومن مخارجه، فإن للشيطان مداخل خطيرة. وقد مر علينا في حياتنا أناس كانوا على خير ولكن انقلبوا على أنفسهم، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومنهم من لم يخسر الآخرة لكنه خسر كثيرا من الخير بسبب هذه الأخلاق وهذا العجب وهذا الكبر وهذا التعالي وشوفة النفس كما يقولون. فنسأل الله العافية. أصبح عاقا لمشايخه، عاق لأقرانه أو مسيء لأقرانه بسبب أنه نال حظا من المعرفة والعلم.